اتصال بين طلال وهزاع اليوم. اتصال هزاع لحظة ابو جخير، ابو جخير دقيقة ابيك ابيك طلال يا طلال دقيقة اتصال الاول انت ابو جخير طلال يطلع خلاص دقيقة لو سمحتوا طلال يطلع بدون ذكر اسم او المنطقة عشان ناخذ وقت اسرع. هزاع ولا طلال؟ الو معنا اتصال، معنا دقيقة دقيقة يا طلال معنا اتصال، ناخذ اول اتصال طلال يطلع هزاع صوت واحد الهزاع يا عم نطول اتصال ثاني اتصال ثاني الو طلال يطلع طلال يطلع كيف يعني اثنين الهزاع ناخذ اتصال سعيد سعيد القحطاني سعيد القحطاني هزاع ولا طلال انا اثنين يطلعون يا ما يحسب صوته الو مع الاتصال مقرن مقرن الشواطي هزاع يطلع هزاع يعني اثنين واحد مع الاتصال عبد الله الحلافي طلال الزاع ها من اللي يطلع؟ طلزع طلزع من اللي يطلع؟ طزع طلزع من يطلع؟ بسرعة بسرعة من الهزاع طلع يبقى ولا هزاع يطلع اثنين اثنين الو من الكويت اتصال من الكويت سلام تفضل هزاع ولا طلع؟ في ثلاثة رايا معدتك تبي هزاع ولا طلع؟ طلع 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 بسرعة لا كلهم يطلعون طيب انا اريح نفسي علي الو على اتصال من سوريا اتصال من سوريا هزاع ولا طلال؟ طلال أوف طلال طلال ليش يطلع من طلال يعني طلال يجلس ثلاثة اثنين الو من عمان عمان هزاع ثلاثة ثلاثة اهلين اتصال من سعود من تمنية من تمنية اهلين اخوي عبد السلام هزاع ولا طلال؟ يا لانهم كلهم في موقف واحد لكن يشملهم العفو كلهم هزاع هزاع اربعة ثلاثة لان طلال مشغول الاتصال الفاصل اتصال فاصل ناخذ اخر اتصال إذا كان هزاع فهزاع يبقى لا ما حد يشوفك انت متوتر انت ورا طلال لسه الاتصالين الو مع الاتصال اهلين مع الاتصال والله الو محسن محسن بريك هزاع يطلع أربعة أربعة الاتصال خلاص لا لا ما عليكم شيء كان بيطلع من الكويت من الكويت اللي كان بيخلص يبي له اتصال من هو هزاع طلال يطلع لا لا مو عليك خلاص خلاص أربعة أربعة الاتصال الفاز اللي أول مرة تسد رصيدك سبعة يكون في تنافس إلى آخر اللحظات ألو قول معنا اتصال أبو مشاركت يا أبو حو ما شاركت أنا ما شاركت طيب تفضل هزاع ولا طلال كم الأصوات الحين أربعة 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 يعودون للديرة كلهم جاهل مسلل جدي يسحب الصوت لأنه ما خلك خلك أطلع هزاع يطلع هزاع هزاع يطلع إلا والله حمد ودي على الحال يا شباب إلا والله حمد ودي مات مات لا لو سام سام بيعطيه ضعيف استحمال مالك انت صح صادق صح على طول اذكرك بحاجه هزاع ما اذكرك بحاجه كرك كرك الان لا في ذيك اللحظه يا اسمع 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 ايه قرب نعم اللي يقول حصل شيء انا لكها ما شفتوا هزاع لا بنمشي بنمشي خلاص امشي وعبد الله نشوان سوى ذا حركة ما أحد لاحظها هزاع وعبد الله نشوان سوى فهو قايل كذا عرفت خاف قال لا لا حركة عادية هي فعلوية فجاب الرجال قالوا قال هزاع فقال الرجال هذا سوى على عبد المعطي مع فواز لا 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 سوى كذا بعدين شاف فواز قال كذا لا حزنت على طول بنروح انت عاطى لتميس السكر انا كنت بحوق انا مسويت كذا لان نشوان طويل ابغى امسك اللي بيجي معي يجيب كميستين ويجي الناضج ايه جيب لكم شيء بطل اللي ابغى يجي بصوتك ولا بصوت طلال لا لا بعلمكم مفاجاه اذا بصوت طلال ما نبغي مفاجاه يا ابو مفاجاه انتم تسمعوا شيء حلو لا 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 شيء حلو لا 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 عشان ما ابكي بس طلال طلال عطنا عطنا شيء ما نبي ما نبي ما ابي عندي اعطوا المايك طلال يلا طلال المايك عند طلال عند طلال اعطوني مايكهم انا ما ابي عندي ما عندي مايك عندي صدى يلا عندك صدى لحالك شكرا الله تعال مسكوي اف اف اخلص يلا والله ايش تبغون تسمعون يا شباب هذا المايك عندك لا ايش تبغون تسمعون يا درة القلب يلا يا درة القلب ما ادري يا درة الامنيات الله ذكرى السنين عيد الفطر حبك مثل في القلب مثل الدائرة والقطر ترى محسن كاتب القصيدة بأدوات الهندسة فرجار وحركات كمل 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 المعدنة في وجهك المعدنة أنا طالبة أنا طالبة المعدنة وجهي طويل المعدنة طويل العمر وجهي طويل يا أبو تركي